الرئيس السيسي يفاجئ قسم شرطة مدينة نصر أول بالزيارة ويتناول وجبة الإفطار مع ضباط وأفراد القسم. الرئيس السيسي يوجه بالعمل المكثف في مشروعات قطاعات الإنتاج الزراعي والغذائي وبحشد جميع القدرات لتعزيز عوامل نجاح تلك المشروعات. مدبولي يعقد اجتماعا لمتابعة موقف توفير احتياجات السوق المحلية من الأعلاف والذرة الصفراء وفول الصويا. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تفضل الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة مفاجأة لقسم شرطة مدينة نصر أول في موعد آذان المغرب، وقام بالاطمئنان على سير العمل وعلى جودة الخدمات المقدمة والحديث مع الضباط والأفراد والمواطنين. وتعرف الرئيس السيسي على أحدث النظم الإلكترونية التي يتم استخدامها، خاصة نظام العرض الإلكتروني على النيابة العامة من داخل القسم. كما تفضل الرئيس السيسي بتناول وجبة الإفطار مع الضباط والأفراد، ووجه لهم التحية على ما يبذلونه من جهد في سبيل الوطن. سيد محمد الفرد يا فندم، ضابط تأمين الاسم، مسؤول عن تأمين الاسم يا فندم من الخارج. تفضل يا فندم. وعبر الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عن سعادته بزيارة قسم أول مدينة نصر، قائلا إنه شعر بفخر واعتزاز بما رآه من انضباط والتزام من ضباط وأفراد القسم. كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي تحية تقدير واعتزاز لرجال الشرطة المصرية الذين يبذلون أقصى الجهود لخدمة المواطنين والحفاظ على أمن واستقرار الوطن. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل المكثف في المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في قطاعات الزراعة والري والإنتاج الزراعي والغذائي، كما وجه بحشد جميع القدرات لتعزيز عوامل نجاح تلك المشروعات. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي لمتابعة تطورات المشروعات القومية لاستصلاح الأراضي الصحراوية على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين. عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا لمتابعة تطورات المشروعات القومية لاستصلاح الأراضي الصحراوية على مستوى الجمهورية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، ولواء أركان حرب وليد أبو المجد
مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس اطلع على الجهود المشتركة لمختلف جهات الاختصاص فيما يتعلق بمشروعات التوسع الأفقي والرأسي لزيادة حجم وإنتاجية الرقعة الزراعية في مصر، ومن بينها المشروعات في مناطق شرق العوينات وتوشكى وسيناء والصعيد والدلتا الجديدة، بالإضافة إلى التوسعات المستقبلية في هذا الصدد. أضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصلة العمل المكثف في المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في قطاعات الزراعة والري والإنتاج الزراعي والغذائي التي تتعاظم أهميتها حالياً في ضوء التحديات العالمية الجسيمة التي طرأت خلال الأعوام الماضية، موجهاً في هذا الإطار بحشد جميع القدرات والخبرات لتعزيز عوامل نجاح تلك المشروعات من خلال الدراسات العلمية الدقيقة والتخطيط الشامل، مع مواصلة الحرص في هذا الصدد على الاستخدام الرشيد للموارد المائية وتعظيم الاستفادة من إنتاجية وحدة المياه. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع محافظ البنك المركزي ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي لمتابعة موقف توفير احتياجات السوق المحلية من الأعلاف والذرة الصفراء وفول الصويا. وخلال الاجتماع تم عرض تقرير حول كميات الأعلاف المطلوبة خلال الفترة المقبلة، حيث تم التأكيد على الحاجة لتوفير كميات كافية تلبي احتياجات مزرعة الدواجن وتسمح بحدوث انخفاضات في أسعار الأعلاف. كما تم التوافق خلال الاجتماع على قيام القطاع المصرفي بإجراءات سريعة لتوفير موارد النقد الأجنبي اللازمة لزيادة كميات الأعلاف في السوق المحلية. من ناحية أخرى، عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لاستعراض استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة من 2023 حتى 2026، وذلك لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد. وخلال الاجتماع تم استعراض مؤشرات السوق رأس المال خلال الفترة من 2012 حتى نهاية مارس 2023، كما تم استعراض تطور مساهمة النشاط السوق رأس المال في الاقتصاد ومؤشرات نشاط التأمين ومؤشرات صناديق التأمين ومؤشرات أنشطة التمويل. وضعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس حجر الأساس لمشروع مصنع فيليكس الهندي المتخصص في إنتاج البولي إيثيلين في المنطقة الصناعية بالسخنة. وعقب تدشين المشروع، أكد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على أن هناك آفاقا واعدة للتعاون بين اقتصادية قناة السويس والاستثمارات الهندية في مجالات متعددة تحظى باهتمام مشترك من الجانبين، مشيرا إلى أن وفدا من الهيئة يستعد لعمل جولة ترويجية بالهند لبحث سبل التعاون المشترك. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله من شائعات بشأن تغيير خطوات استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة. وشدد المركز الإعلامي على استمرار استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة بنفس الخطوات دون تغيير ودون تحميل المواطنين أي مبالغ مالية. أكد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أن ذكرى العاشر من رمضان تعود إلينا ذكرى حرب تحرير الأرض واسترداد الكرامة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، حيث هنأ كذلك الإخوة الأقباط بقرب حلول عيد القيامة. نعيش هذه الأيام في رحاب ذكرى حرب العاشر من رمضان المجيدة، حرب تحرير الأرض واسترداد الكرامة التي عبر فيها أبطالنا من رجال القوات المسلحة قناة السويس وحطموا خط بارليف وحرروا جزءا غاليا من أرض مصر، مما مهد لتحرير كامل الأرض المغتصبة ولسلام عادل ودائم. فخالص التحية لرجال القوات المسلحة الأوفياء والتهنئة للشعب المصري العظيم والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه المناسبة، كما يتواكب أيضا مع انعقاد هذه الجلسة احتفال الأخوة أقباط مصر بأحد الشعانين
اليوم ثم عيد القيامة المجيدة المجيد الأحد المقبل، فباسمي وباسمكم جميعا أتقدم لهم بالتهنئة وأطيب التمنيات بعيد سعيد عليهم وعلى كل المصريين. أحال مجلس الشيوخ طلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة عن تعزيز الاقتصاد الدائري إلى لجنة مشتركة لبحثه وإعداد تقرير حوله يعرض على المجلس. ودعا رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق إلى جلسة لاحقة غدا الاثنين. في مستهل جلسة مجلس الشيوخ، أحال رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مشروع قانون مقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023-2024 المحال من رئيس مجلس النواب للجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس. جلسة الشيوخ ناقشت أيضا استيضاحا بشأن سياسة الحكومة حول تعزيز الاقتصاد الدائري الذي يهتم بالاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وإعادة تدوير المنتجات المصنعة لتحقيق أقصى استفادة منها بما يقلل الهدر والنفايات. الوعي جزء هام جدا من مفهوم الاقتصاد الدائري، وعي المؤسسات بأهمية التدوير، وأيضا وعي المواطن العادي في حياته اليومية. وهذا يتطلب أولا يعني أن يمتلك المواطن القناعة بأهمية التدوير، ثانيا أن يمتلك القدرة على تطبيق مفهوم التدوير في حياته اليومية في شتى المناحي. مناقشة النواب أكدت على أن الاقتصاد الدائري الناجح يحتاج إلى تضافر جهود كل الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة والأهلية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المنتج النهائي أو أدوات الإنتاج أو المواد الخام أو كل ما له إمكانية إعادة التدوير والاستخدام. أن هذا الاقتصاد يهدف للقضاء على الهدر والاستخدام الأمثل والمستمر للموارد باستخدام الأنظمة الدائرية من تجديد وإعادة التدوير بهدف استخدام المنتجات والمعدات والبنية التحتية لفترة أطول. لذلك لابد من تحقيق عدة غايات: تعظيم موارد الدولة باستخدام صناعات تساعد في زيادة فرص العمل وتحد من استخدام الطاقة وتقلل المهدر من السلع، الأمر الذي يحقق الاستفادة القصوى للمنتجات والمواد. مفهوم الاقتصاد الدائري أو الاقتصاد الدوار هو ليس مفهوم جديد، ظهر في سبعينات وثمانينيات القرن الماضي، اتخذت فيه دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا خطوات جادة فعالة الحقيقة فيه، ولكن يعني مع تزايد استهلاك الحقيقة وتزايد أعداد يعني البشر ومحدودية الموارد، فإن الاستمرار على يعني منوال الاقتصاد التقليدي أمر يجب مراجعته. من جانبها أكدت الحكومة على تكامل الجهود من أجل تنفيذ منظومة متطورة لتدوير المخلفات، حيث تم تنفيذ 28 مدفنا للنفايات و89 محطة وسيطة خلال السنوات القليلة الماضية. هذا وقد تمت إحالة المناقشة العامة إلى لجنة مشتركة خاصة لبحثه وإعداد تقارير عنه. وفي لقاء خاص للتلفزيون المصري، أكد عدد من النواب أن الاقتصاد الدائري له ركائز أساسية تختلف عن الاقتصاد التقليدي، لافتين إلى ضرورة إلقاء الضوء على البعد البيئي بكافة القطاعات. الاقتصاد الدائري ليه ركائز أساسية للتعامل معه، لإعادة تصميم لسلاسل الإمداد والتوريد بشكل عام، التغيير في سلوك المستهلكين نفسه، التغيير في السياسات المتبعة في التصنيع والاقتصاد بشكل عام، الحاجة كمان استخدام التكنولوجيا والابتكار. إزاي إن إحنا نقدر نسلط الضوء ونستفيد من هذا البعد البيئي على كافة المستويات؟ فبدأ الحديث عن الاقتصاد الأخضر منذ فترة والاقتصاد الدائري، ومن ثم هيكون
من ثم الحديث عن الاقتصاد الأزرق. بدأنا نتناقش مع الحكومة في الخطة الموضوع وإزاي هيتم استغلال إعادة تدوير المخلفات بس بشكل أكبر كبير، بدل التركيز على النفايات والمخلفات لا، إزاي الموضوع يكون البعد البيئي على كافة القطاعات. كان هناك تساؤلات حول تفعيل بعض القوانين وتقديم الحكومة لبعض المقترحات لسن بعض التشريعات لتتماشى مع الاقتصاد الدائري، فضلا عن استضاح سياسة الحكومة حول أو فيما يتعلق بالشركات الناشئة وريادة الأعمال والدخول في الاقتصاد الدوار بما ينعكس على الدولة الوطنية المصرية بالإيجاب من الناحية الاقتصادية. في إطار منظومة التطوير الشامل في الخدمات الجماهيرية، توسعت وزارة الداخلية في إصدار تصاريح العمل لأول مرة للعاملين بالخارج بكافة دول العالم عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت، بعد أن كانت تقتصر على عدد 12 دولة. شهدت آليات استخراج تصاريح العمل بوزارة الداخلية تطوراً كبيراً وتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة، فبالإضافة إلى إتاحة تجديد تصاريح العمل عبر موقع وزارة الداخلية على الإنترنت، استحدثت الوزارة خدمة جديدة للمصريين العاملين بالخارج لأول مرة، وهي استخراج تصاريح العمل لهم عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، حيث بدأت الخدمة للعاملين باثنتي عشرة دولة كمرحلة أولى، وتم التوسع فيها حالياً لتشمل المصريين العاملين بكل الدول من خلال خطوات ميسرة محددة، مع إرسال التصريح لطالبه على العنوان المحدد عبر البريد المصري. أو إرساله لطالب الخدمة على هاتفه المحمول من خلال خاصية كيو آر كود، وبما يحافظ على حقوق المصريين العاملين بالخارج. بقت كل حاجة عن طريق الويب سايت، فما بقتش محتاجة المجهود ان الواحد ينزل ووقت يضيع، لا وانت قاعد مرتاح خالص، يعني تخلص وتيجي لحد عندك يعني. وقد اتاحت الوزارة استلام تصاريح العمل بنظام كيو آر كود، وهي استلام التصاريح على الهواتف المحمولة دون الحاجة للتوجه لمقر الإدارة العامة لتصاريح العمل أو فروعها الجغرافية لاستلامه، سواء كان التقديم في الإدارة أو على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، وهو ما يوفر على طالب الخدمة عناء الانتقال أو حمل تصاريح ورقية، وبما يتسق مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي والشمول المالي. كارت معايا على التليفون أو ممكن أطبعه وأخرج بيه أتحرك بيه، أحسن من إني أجي وأرجع أطلع التصريح نفسه معايا وكده، بقى الموضوع بيبقى أسهل يعني. عند توجه المواطن لمنافذ السفر لمغادرة البلاد، يمكنه إبراز تصريح العمل المرسل إليه عبر خاصية كيو آر كود. في الوقت ذاته يكون قد تم اختار كافة منافذ السفر المصرية بالتصريح. بيجي لي كيو آر كود برجع بيه وانا داخل الجوازات، مجرد بس بيبص على الكيو آر كود الموضوع خلاص، فالموضوع ما بقاش محتاج ان انا اروح مشوار عشان اقدم ورق وبعد كده ارجع تاني اروح عشان استلم. سبع واربعون وحدة لتصاريح العمل على مستوى الجمهورية، ومقر الإدارة بالمجمع الأمني بالقاهرة الجديدة تقدم خدمة استخراج تصاريح العمل بشكل حضاري وميسر، إضافة إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على الإنترنت. إحنا بالضبط دخلنا يعني الجولف كار اللي أخدتنا من برة وصلنا لهنا، دخلنا التعليمات واضحة، ادخلوا شباك كذا، اعملوا كذا، الرسالة هتجيلكوا كذا، كانت الأمور كلها واضحة تماما صراحة، ويعني حاجة تسعدنا. أنا مبسوطة جدا إن جيت هنا وما خدتش 3 دقايق وكنت مخلصة كل حاجة. هذا التطوير الشامل الذي تشهده تصاريح العمل يؤكد على نهج وزارة الداخلية المتواصل في التطوير والتحديث لتلبية تطلعات المواطنين في خدمة أمنية متطورة في الجمهورية الجديدة. تطور كبير تشهده خدمات استخراج وتجديد تصاريح العمل بإنشاء مقر جديد للإدارة العامة لتصاريح العمل والتوسع في الخدمات الإلكترونية التي تقدمها، وهو ما يتوافق مع منظومة الخدمات الجماهيرية المتطورة التي تقوم بها وزارة الداخلية من أجل تقديم خدمة ميسرة وحضارية للمواطنين. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. أطلقت مصر رسمياً الإطار الاستراتيجي القومي للصحة الواحدة 2023-2027 كخارطة طريق مشتركة للصحة الواحدة بين وزارة الصحة والسكان
ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة البيئة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في مصر ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو في مصر. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطبيق مفهوم الصحة الواحدة ومؤشرات المتابعة والتقييم لمواجهة التهديدات الصحية المشتركة بين الإنسان والحيوان والبيئة بما يضمن استدامة النظم الصحية والبيئية. جمهورية مصر العربية من الدول القليلة على مستوى العالم اللي حاليا عندهم الاستراتيجية الصحة الواحدة، مثل ما تم ذكره أن الإطلاقة الأولى بدأت كفكرة وكتوجه منذ مؤتمر المناخ في شرم الشيخ في نوفمبر الماضي. اليوم احنا نحتفل بتكامل الإطار الاستراتيجي، فالاستراتيجية تأتي من منظور أن نحن اليوم لدينا مسؤولية مشتركة في الحفاظ على صحة أطفالنا، على صحة أجيالنا القادمة، على صحة مجتمعاتنا من خلال سلوكياتنا وممارساتنا الصحية. احنا النهارده بنتكلم، مش احنا بس، مش مصر، العالم كله بيتكلم، بيقول وخصوصا بعد جائحة الكورونا كوفيد 19 بيتكلم بمنظور الصحة الواحدة، ان اي حاجة ان الانسان بيتأثر بصحة، بيتأثر بالحيوان، بيتأثر بالجو والمناخ اللي عايش فيه، بيتأثر بالنبات، كل ده بيأثر على بعضه، ومفيش جهة واحدة ومفيش منظومة واحدة من غير تنسيق وتعاون بين الجهات كلها تقدر تنجح. فاحنا بنقول ان في 60% من الامراض المعدية اللي بتصيب الانسان هي في الاصل حيوانات المنشأ. شهد محافظ القاهرة خالد عبد العال نائبا عن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي احتفال الأرمن الأرثوذكس بعيد القيامة برئاسة المطران أشود مناستاكسنيان مطران الأرمن والأرثوذكس بمصر، وذلك بكنيسة الأرمن الأرثوذكس بشارع رمسيس. وقدم محافظ القاهرة تهنئته بالعيد مشيدا بروح الود والمحبة التي تربط بين عنصري الأمة، مؤكدا أن الاحتفالات التي تملأ البلاد سواء دينية أو وطنية ويشارك فيها كل أبناء الوطن توجه رسالة للعالم بأن مصر هي بلد الأمن والأمان، داعيا إلى أن تكون الأعياد فرصة جديدة لنشر الحب والسلام وتأكيدا لصلة الترابط والإخوة بين المصريين والشعوب جميعا. أكد وزير الخارجية سامح شكري دعم مصر الكامل لجهود المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيترسون للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية. وخلال اتصال هاتفي أكد شكري والمبعوث الأممي على الأولوية التي توليها مصر لاستعادة أمن واستقرار سوريا وإنهاء كافة صور الإرهاب والتدخل الأجنبي بها، كما بعث شكري سبل رفع المعاناة عن الشعب السوري في إطار حرص مصر المستمر على الإسهام بقوة في جهود تخفيف تلك المعاناة. واتفق الجانبان على مواصلة التشاور والتنسيق للفترة القادمة، حيث أبدى المبعوث الأممي كامل تقديره لدور مصر ودعمها المستمر للأمم المتحدة في سبيل حلحلة الأزمة السورية. حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من تواصل استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى والمصلين والمعتكفين، كما أدانت الخارجية حملات التحريض المستمرة التي تدعو إلى تغيير الوضع الراهن في المسجد. من ناحية أخرى، حولت قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى المبارك إلى ثكنة عسكرية لتأمين اقتحامات المستوطنين لساحات الحرم. وأفادت مصادر فلسطينية بأن نحو 912 مستوطنا اقتحموا ساحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة. أفادت وسائل الإعلام الرسمية السورية بوقوع انفجارات في محيط العاصمة دمشق، وقالت وزارة الدفاع السورية إن الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ إسرائيلية قصفت أهدافا سورية وأسقطت بعضها، وأضافت أن الهجمات أدت إلى وقوع بعض الخسائر المادية. كان الجيش الإسرائيلي أعلن قصف أهداف عسكرية سورية بزعم الرد على إطلاق صواريخ باتجاه الجولان. جدد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي رفضه المطلق لأي تصعيد عسكري من الأراضي اللبنانية لتنفيذ عمليات تتسبب في زعزعة الاستقرار القائم،
وأوضح ميقاتي أن التحقيقات الأولية التي قام بها الجيش اللبناني كشفت أن من قام بإطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل ليست جهات منظمة بل عناصر غير لبنانية، وأن الأمر كان عبارة عن رد فعل على العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة. كذلك استنكر ميقاتي العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان. عملنا أول مدماج هو مضينا. ذكرت مصادر إعلامية إيرانية أن وفدا فنيا إيرانيا سيزور السعودية هذا الأسبوع للتجهيز لإعادة فتح السفارة الإيرانية في الرياض. يأتي ذلك بعد عقد اجتماع بين وزيري الخارجية السعودي والإيراني في بكين الخميس الماضي في أول لقاء رسمي من نوعه منذ أكثر من 7 سنوات. وتأتي التطورات بعد اتفاق تم التوصل إليه بواسطة صينية لاستئناف العلاقات بين البلدين. أعلنت الكويت صدور مرسوم أميري بتشكيل حكومة جديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح. وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن الشيخ طلال الخالد الصباح أعيد أيضا تعيينه نائبا أول لرئيس الوزراء ووزيرا للداخلية ووزيرا للدفاع بالوكالة، كما بقي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح في موقعه وزيرا للخارجية. وصفت الرئاسة الروسية الكريملين رد فعل الدول الغربية على خطط روسيا لنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا بأنه غير متوازن وهستيرية. وأشار المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إلى أن هذه الدول تتجاهل مسألة الأسلحة النووية الأمريكية الموجودة في أوروبا وحول روسيا، بينما يهاجمون الخطط الروسية لبناء منشآت لتخزين الأسلحة النووية التكتيكية على أراضي بيلاروسيا. أفادت صحيفة بوليتيكو الأمريكية بأن وثائق البنتاغون المسربة تفيد بوجود قوات من حلف شمال الأطلنطي ناتو بأوكرانيا. وأضافت الصحيفة أن القوات الغربية في أوكرانيا حسب الوثائق تتبع فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا ولاتفيا. من ناحية أخرى قالت وزارة الدفاع الروسية إنها دمرت مستودعات للجيش الأوكراني كانت تخزن صواريخ وذخائر وأسلحة مدفعية أخرى في منطقتي زاباروجيا ودونيتسك. Российского дрона узнают за секунду до попадания. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية وعدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.
نختم النشرة ولا تبقى لنا سوى التذكرة بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يفاجئ قسم شرطة مدينة نصر أول بزيارة ويتناول وجبة الإفطار مع ضباط وأفراد القسم. الرئيس السيسي يوجه بالعمل المكثف في المشروعات الكبرى بقطاعات الإنتاج الزراعي والغذائي وبحشد جميع القدرات لتعزيز عوامل نجاح تلك المشروعات. مدبولي يعقد اجتماعا لمتابعة موقف توفير احتياجات السوق المحلية من الأعلاف والذرة الصفراء وفول الصويا. انتهت نشرتنا، لكنها تاسعة متواصلة مع حضراتكم، مع يوسف.